القصه بتاعتها. الارجمنتس دي يعني عاده ببقى اديك، بص الارجمنت الديفينيشن بتاعه ايه؟ argument is an a sequence of statements. All statements except the final one are called the premises. Premises يعني معطيات or assumption. The final statement is called conclusion. آخر statement هي conclusion. طب تعال نشوف example كده يمكن، وبعد كده نقرأ هتبقى الدنيا أسهل. If مثلا example one, if today is Friday, then today is holiday. دي rule اهي. وبعدين أعطيتك إيه؟ today is Friday. كل دي assumption. طيب إذن today is holiday. طب عرفتها منين؟ عرفتها ان هو من ال given statement اللي هي ايه؟ if today is Friday then today is holiday. يعني اذا كان النهارده الجمعه هيبقى النهارده holiday. طب النهارده الجمعه فعلا، يبقى today is holiday. بص انا حولت ال statement دي ل mathematical expressions كده. b leads to q، وبعدين b النهارده الجمعه، then إذن كيو، ده اسمه الكونكلوجن. ال two statements دول اسمهم premises، مش لازم يبقوا اتنين، ممكن يبقوا خمسة، ممكن يبقوا عشرة، المهم إن في الآخر هيبقى في كونكلوجن. طب تعالى نشوف example وبعدين نرجع نقرأ الكلام. هو نفس الاكزامبل اللي هو اللي قدامي ده، هعمل له حاجة اسمها truth table. truth table اللي إحنا عارفينها، هما طالما two variables هيبقوا أربعة lines. تي تي اف اف تي اف تي اف. بي ليدز تو كيو، دي التروث تيبل بتاعت الليدز اللي هي زي الاور والاند والاكس اور. خد بالك الحاجات دي يعني لازم يكون فيها شويه حفظ. يعني مثلا اول ما تشوف بي ليدز تو كيو تعرف ان التروث بتاعتها بقى اذا كان تي وتي يدي تي، تي واف يدي اف، بقيه الحالات كلها ترو. حاولها تاني. يعني الحاله الوحيده في الامبلايز او ليدز تو ان لما يبقى البي ترو والكيو اف دي تدي اف، يعني اذا حدث الحدث وما حصلش ده تدي اف، الباقي كلهم يدي ترو. يبقى اذا انا فهمت بي ليدز تو كيو. وبعدين البي كفاريبل لوجيكال بتاخد مثلا هي اربعه روز، يبقى هتاخد 2 تي تي وبعدين اف اف. طيب بتيجي على حاجه اسمها الكريتيكال رو. الكريتيكال رو ده اللي هو ايه؟ ان كل البريمسز تبقى ترو. ده على فكره دي البريمسز العمودين دول، فطالما دي تي ودي تي بسمي ده كريتيكال رو. الكيو بقى في الحاله دي كانت بكام؟ الكيو قيمتها اهي كانت ترو. اذا طلعت التي ال في الكريتيكال رو او الكريتيكال روز، لان ممكن تكون اكتر من رو، ترو، يبقى اذا اذا الارجمنت ده فاليد. واضحه شباب؟ تعال نشوف مثال اكثر تعقيدا. لو فهمنا المثال ده يبقى المحاضره خلصت، اللي جاي ده يبقى المحاضره انتهت. يعني هتلاقي الدنيا بقى سهله خالص بقى بعد كده وما فيهاش اي مشكله. تعال نشوف هو اعطيني ايه. اعطيني تو ستيتمنتس اهو، بي ليدز تو كيو اور نوت ار، كيو ليدز تو بي نوت and r. بيقول لك اذا b leads to r. عايز تثبت ان الكلام ده صح او غلط، او دي valid valid arguments ولا لا. هما فيهم كام variable؟ ناخدها واحده واحده كده نفكر فيها. فيها ال statements دي فيها كام variable؟ b و q و r، صح كده؟ انا بنشئ truth table، ركزوا معايا ويا ريت. هما في كام variable هنا؟ ثلاثه، فيبقوا هيبقوا كام رو؟ 2 باور 3 هيبقوا 8. فهتلاقي ان انا كتبت اهو بي كيو ار البي 4 تي 4 اف، الكيو 2 2 2 2، الار مره تي ومره اف مره تي ومره اف. يبقى انا كده جبت كل الكونديشنز. في مشكله هنا لحد كده يا شباب؟ سامعيني ولا لا؟ بس اخشى يكونوا مش سامعين اصلا. لا تمام يا دكتور. طيب الثلاث أعمدة دول، الثلاث أعمدة دول اللي هو البي وكيو والار دي ما فيهمش مشكلة. طيب بص الاكسبريشن اللي بعده هاخد نوت ار، فهاخد ار أعمل لها نوت، كل تي بقت اف وكل اف بقت تي وكل تي بقت اف، يبقى ده أنا الكولوم ده كله نوت ار. في مشكلة في الكولوم الرابع؟ لا تمام.
طيب اللي بعده كيو اور نوت نوت ار. هاخد الكيو اهو، الكيو الكولوم بتاع الكيو والنوت ار، اعمل لهم برضه ده اكسبريشن موجود، انا باخد الاكسبريشن ده على بعض اهو، كيو كيو اور نوت ار، فهبتدي اعمل الكلام دوت. خلي بالك البريوريتي دايما بتبقى للنوت الاول، فيبقى اذا ايه اللي انا هعمله، ادي كيو ونوت ار، هعمل لهم اور، هيديني العمود اللي هو رقم 5 اهو، تي تي واف هتدي تي، تي وتي هتدي تي، وهكذا. يبقى العمود ده فيه مشكله، الكولوم ده فيه مشكله، كيو اور نوت ار مفيش مشكله خالص. طب اللي بعده بي اند ار، ادي بي اهي ككولوم وادي ار اهي، فهحسب بي اند ار. هبتدي بقى بعد كده اكون البريمسز، انا كده كونت كل المكونات بتاعت البريمسز، خدت كل الحاجات اللي موجوده. طيب انا عايز بقى اشوف ايه، بي ليدز تو كيو اور نوت ار، كيو نوت ار اللي هي الكولوم ده، وبي اللي هي الكولوم الاولاني ده، هتطبق عليها القاعده بتاعت ليدز تو، لما يدي ترو ترو يدي ترو، ولما يبقى ترو ترو تاني يدي ترو، يبقى انا خلصت الرو ده. انا في مشكله في البريمسز الاولاني، انا هستنى دقيقه عقبال ما تقولي تمام. البريمس الاولاني اللي انا بشاور عليه ده في مشكله، عارفين انا جبته منين دكتور؟ ممكن تعيده بس؟ هقول تاني، طب هو ايه الكومبوننتس بتاعته، بي اللي هو العمود الاول، وليدز تو كيو نوت كيو اور نوت ار، كيو او نوت ار اللي هو العمود الايه الخامس اللي هو ده اللي انا بشاور عليه، تمام كده؟ تمام. طيب طبق عليهم الرولز بقى، خد كل رو من الاثنين دول، من اللي هم البي وكيو اور نوت ار، وطبق عليه التروس تيبل بتاع البريمسز، لو تي وتي بيدي تي اكيد، لو تي وتي تاني بيدي تي، لو تي واف بيدي اف، والباقي كله تي. اما يعني طبقت التروس تيبل اللي فوق بس على طبعا. العمودين التو كولومز اللي انا عايزهم، صح كده؟ صح طيب. طيب هعمل نفس الكلام ده هنا برضو، كيو ليدز تو بي اند ار، بي اند ار اهي، وكيو اهي اللي هي العمود الثاني، هطبق الكلام ده منهم كانه ليدز تو نفس الفكره، تي وتي يدي تي، تي واف يدي اف، والباقي كله هطبقه بيزد على كده. يبقى عملت الكولوم ده برضو، في مشكله؟ لا تمام. تمام. طب خلاص خلصت ده وخلصت ده، هاخد الكونكلوجن بقى. الكونكلوجن بيقول لي ايه، بيقول لي بي ليدز تو ار، بي ليدز تو ار، هعمل بي وار، وفين بي، بي اهي وار اهي، كويس. بس انا مش هعمل على كل الروز، انا بعمل على الكريتيكال روز. ايه الكريتيكال روز؟ اللي فيهم من البريمسز الاثنين يبقوا ترو، فهشتغل على تي 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 الرابعه. يبقى انا ما بشتغلش على كل الايه، كل روز، انا بشتغل على الكريتيكال روز. الكريتيكال روز اللي فيهم ايه، ان كل البريمسز تبقى ترو، فيبقى حددتهم انا، هم ظللتهم كده، هم طلعوا اربعه. اقوم انا عامل ايه لما عند الرو ده بقى اللي انا واقف عنده، بي ليدز تو ار، طب اشوف دي هتطلع ترو ولا لا. ادي بي بكام، تي اهي، وار بكام، بتي، في الليدز تو، تي تي يدي ايه، يدي تي. طيب وتي اف يدي اف، واف تي يدي تي، واف اف يدي تي، يبقى بي ليدز تو ار دي خلصتها ولا لسه؟ تمام. تمام. طب ليه انا خدت الاربعه روز دول بس وسبت الباقي؟ عشان عايزين الاول الاثنين يكونوا ترو. ايوه دول الكريتيكال، يعني ما باخدش كل روز. بص بقى بيقول لي في كل الكريتيكال روز اذا كان البريمسز بتدي نفس النتيجه بتاعت الكونكلوجن يبقى الاستيتمنت دي فاليد. خد بالك انا عندي كيس بتدي ترو هنا وفولس هنا، فيبقى الاستيتمنت دي مش فاليد. يعني ايه المشكله في الاستيتمنت اللي فوق دي، دي فاليد ارجمنت ولا مش فاليد؟ لا ده طبعا مش فاليد. ليه؟ لان هي مش في كل كريتيكال روز عطت ترو، في كريتيكال رو اهو اللي هو مشاور عليه بيقول ده بيدي فولس. طب الاستيتمنت دي فاليد اللي فوق اللي هي اكزامبل واحد،
الستيتمنت اللي فوق الاكزامبل الاولاني ده valid 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 لان هو في critical row واحد واعطيني تي خلاص الموضوع خلص. يبقى اذا هو عايز يقول ايه؟ نقرا الكلام بقى اللي هو بيقوله هتلاقي الدنيا سهله. لو المثال ده الاكزامبل ده اتفهم يبقى كده تمام زي الفل. يبقى انا بكونستراكت التروث تيبل. انا اول حاجه بفكر فيها ازاي وانا بكونستراكت التروث، بشوفهم كام فاريبل، اذا كانوا 3 يبقوا 8، اذا كانوا 4 2 يبقوا 4 2 باور كذا، اذا كانوا 4 يبقوا 16 وهكذا. وبعدين باخد اجزاء اللي هي البريميسز واحاول ابنيها كولوم كولوم، وبعدين اعمل البريميسز كامله في الاخر، وبعدين الكونكلوجن اعمله لوحده بس مش في كل الروز، في كريتيكال روز فقط. ممكن تكون البريميسز دي على فكره 5 6 10 وات ايفر يعني. تمام. طيب تعالى نقرا الكلام، اعتقد ان انتوا خدتوه في السكشن. نقرا الكلام بيقول لك ايه؟ تيست تو ديترماين ذا فاليديتي of the argument, identify the premises and the conclusion of the argument, construct the truth table for all premises and the conclusion, for find the critical rows. ايه critical rows دول؟ in which all premises are true, if the conclusion is true in all critical rows, then the argument is valid. اي حاجه ثانيه تعتبر invalid. يعني لقيتهم 10 9 valid وواحده لا ما تنفعش. الاكزامبل اوف valid statement وبدا يديني examples انا هعرف هي صح ولا غلط من التروث تيبل على طول. وادي الاكزامبل الاولاني اهو، لما تيجي حتى تشوف منطقيته. if today is friday then today is holiday, today is friday today is holiday. تمام. خلصنا الاكزامبل الاول والثاني يا شباب قبل ما اتنقل على حاجات جديده. هي مش جديده، هي اكستنشن اللي انا بقوله ده تبسيط. في اي كومنت؟ ما فيش، هكمل. دكتور اتفضل. دكتور اتفضل اتفضل. حضرتك كنت هنا كاتبين البيو والكيو والار وكاتبينها بكذا شكل، دي هتبقى جيفن ولا احنا المفروض نطلع؟ يعني ايه بكذا شكل؟ مش فاهم. يعني مكتوب بي leads to Q or not R، بعد كده كده تحتيها Q leads to P and R. لا دي قول لوحدها ودي قول لوحدها، دي حاجات جيفن. تمام. دي مش كذا شكل، دي دول اوريدي جيفن رولز. بص يعني في الاكزامبل الاخراني هتفهم القصه اكتر. يعني مثلا اعطيك شويه رولز اهو. if I was reading the newspaper in the kitchen then my glasses are in the kitchen، حولتها لرول اهو. rk leads to gk، يعني هي اصل الموضوع كان ستيتمنت كده ان انجلش وانا حولتها لي سمبوليك فورم زي كده. اللي فوق دول جيفن اصلا، يعني انا ما بتناقش فيهم. فهو عايز يسالك بقى الكونكلوجن كده ده صح ولا لا. حتى تعريف الارجمنت فوق بيقول لك ايه؟ بص اهو اقرا التعريف، بيقول لك ايه؟ an argument is a sequence of statement, all statement except the final one are called premises. premises يعني معطيات او افتراضات، انا اللي اعطاهم لك. يعني ما تقوليش ليه كذا بيعمل كذا. يعني مثلا بيقول لي ده النهارده 2 days Friday، انا قايل لك كده. وقايل لك رول بيقول لك ايه؟ if 2 days Friday then the 2 days holiday. طيب انت وصلت لايه بقى؟ وصلت لايه؟ ان 2 days holiday. هو بقى اعطيها لك هنا مش بمعاني، اعطيها لك سيمبلز مباشره عشان يفهمني فكره التروث تيبل. تمام كده يا شباب؟ تمام يا دكتور، شكرا. طيب هنا هنعمل حاجه اسمها هنطلع من الموضوع الارجمنت ده عشان نحله بسرعه بدون تفكير. حطوا مجموعه من الرولز، والرولز دي لقوها موجوده حقيقه. يعني بص الاستيتمنت دي هي اللي قادت للرول، مش الرول هي اللي قادت للاستيتمنت. تاني يعني مثلا بص اول رول اللي هي المودز والبونزز بيقول ايه؟ if today is friday then today is holiday. ادي اول حاجه. طب 2 days friday ده معناه ان 2 days holiday؟ منطقيا صح. يعني بقول له اذا كان النهارده الجمعه، يعني ايه بيقول لي؟ اذا كان النهارده الجمعه يبقى اذا هيبقى holiday. طب النهارده الجمعه، اذا النهارده اجازه. فيها خطا دي في اللوجيك؟ لا، حولناها الى بي الى سم الى سيمبوليك فورم. بي leads to q، النهارده بي، اذا النهارده كيو. بيقول لك بي اذا حدثت هتحصل كيو،
طب البي حدثت يبقى اذا كيو موجوده. في مشكله في الرول دي؟ بص هو هيديني شويه رولز اعرفها او احفظها او افهمها علشان احل كيسز كبيره شويه عن الكيسز اللي فوق بدون التروس تيبل. فهو بيقول لي اهو مودز بونز دي بقى معناه ايه؟ بي ليدز تو كيو، حصل بي اذا كيو. تعال شوف الرول الثانيه، تعال شوف الرول الثانيه بيقول لك ايه؟ اف تو داي از فرايداي زين تو دايز هوليداي، ما فيهاش مشكله. تو داي از نوت هوليداي، ده معناه ايه بقى؟ ان النهارده فرايداي ولا لا؟ يقول لك اذا كان النهارده الجمعه هيبقى اجازه، طب النهارده مش اجازه يبقى اذا النهارده مش الجمعه، صح ولا غلط؟ هعملها كده، الرول هتبقى مش لازم تكتبي اسم، تكتب اسم الرولز بي ليدز تو كيو. الحقيقه الثانيه دي الفاكس او الاسامبشن، نوت كيو اذا نوت بي. حد عنده اعتراض من الرول الثانيه؟ نخش في اللي بعدها. هو بقى عايز يقول لي الرولز دي بقى انا ممكن احل بيها مشاكل كبيره زي الاكزامبل اللي هيقوله في اخر اللي اخر الباوربوينت او اخر البي دي اف. في بقى رول ثانيه اسمها جنراليزيشن، تو داي ساتردي، بيقول لك اذا تو داي ساتردي اور تو داي ساندي، يعني عايز يقول ايه؟ النهارده ساتردي، طيب يبقى معناه ان النهارده ساتردي اذا او ساندي، ما بيتنافوش مع بعض. كويس، هو عايز يقول ايه؟ ان لو حاجه حصلت ممكن تكون اور ما تاثرش على حدوثها. يعني الجمله دي مش يعني عايز اقول ايه؟ الجمله دي ما مش خطا. انا بقول لك النهارده السبت، ما تتنافاش مع جمله ان النهارده السبت او الحد، لان دي بوسيبل في الستيتس اللي هي في الستيتمنت الثانيه. طب تعالى نشوف العكس، السبيشاليزيشن ده اند، لما اقول ايه بقى؟ تو دايز فرايداي اند تو دايز هوليداي. كويس، النهارده فرايداي والنهارده اجازه، يبقى اذا النهارده استنتج من الـ من الـ من الرول دي ايه؟ ان النهارده فرايداي لوحده والنهارده هوليداي برضه، فيبقى دي اسمها سبيشاليزيشن. يبقى انا خدت حاجه عامه طلعت منها سبيشال كيسز اهو، بي اند كيو اذا بي حصلت، اذا كان اذا حصل بي اند كيو اذا بي حصلت وكيو حصلت. مش عايزه كلام، هو بيقول لك بي اند كيو دي اوريدي حصلت ترو، يبقى اذا بي حصلت وكيو حصلت. يعني بيقول لك ايه؟ تو دايز فرايداي اند تو دايز هوليداي، يبقى ايه؟ النهارده اطلع منه من النهارده الجمعه والنهارده اجازه ات ذا سيم تايم، دي اسمها السبيشاليزيشن. الكونجكشن ايه بقى؟ كونجكشن بيقول لك تو دايز فرايداي تو دايز هوليداي، يبقى ده معناه ايه بقى؟ ده العكس اللي فاتت، ان تو دايز فرايداي اند تو دايز هوليداي، يعني اعطاك حاجتين صحيحتين توصلت منهم لاند، ان النهارده الجمعه وكمان اجازه. يبقى دول على فكره دول اسمهم البريميسز ودول اسمه الكونكلوجن. كويس، بس واضح ان في اشكال للبريميسز بيديها لي وبوصل لكونكلوجن، فاعطاني زي ايه؟ رولز كده، عشان لما تيجي بروبلم كبيره فيها جمل كتيره استخدم الرولز دي في الوصول لحقيقه معينه او وصول لنتيجه معينه، وهشوفها في الاكزامبل الاخراني. الاليمينيشن اه بيقول ايه؟ تو دايز ساتردي اور تو دايز ساندي، طيب قمت قايل لك ايه؟ تو دايز نو ساتردي، يبقى النهارده ساندي. قلت لك لو عندي تو اسامبشن ان النهارده السبت او الحد، فواحد اكد قال له بس انا متاكد ان النهارده مش السبت، قال له يبقى اذا النهارده الحد، ده اسمها اليمينيشن. فيها مشكله دي؟ تمام، هتبص تلاقي ايه؟ بي اور كيو not q اذا بي، بي اور كيو not بي اذا كيو. دي رول رقم 6، هما تقريبا 9. الرول بقى اللي بتقول ايه؟ if today is Friday then today is holiday، if today is holiday then I am happy. اذا كان النهارده الجمعه يبقى النهارده اجازه، واذا كان اجازه يبقى انا سعيد، يبقى معناها اذا كان يوم الجمعه اذا اي يوم جمعه هبقى سعيد. ايوه. بي leads to q او implies q، Q implies R، هتشيل Q من الاثنين معناه ان B implies R، يبقى انا وصلت لرول رقم 7. رول رقم 8 الديفيجن انتو كيسز، 2 day is Friday
or today is Sunday. If today is Friday, then I am happy. If today is Sunday, then I am happy. يبقى إذا I am happy. عايز يقول إيه بقى؟ هو في الأول قال النهاردة Friday أو Sunday. إذا كان Friday, then I am happy. إذا كان today, then I am happy. إذا I am بتتكتب إزاي؟ B or Q. B leads to R. Q leads to R. إذا R. لأن الاثنين إيه؟ اللي دي حدثت أو دي. طب وفي كل الاثنين B leads to R و Q leads to R يبقى إذا إحنا في R. لما تيجي تشوفها في من الناحية المنطقية بالإنجليش statements هتلاقيها منطقية. بيقول لك إيه النهاردة الجمعة أو الحد، وبيقول لك في بول تانية إذا كان النهاردة Friday I am happy، إذا كان today Sunday I am happy. يبقى إذا I am happy لأن سواء حدث الحدث الأول أو الثاني في الاثنين I am happy. وإن جنرال أنا وصلت إن أنا I am happy. يقول رقم 8. يقول رقم 9 Contradiction rule. If today is not Friday is false. يبقى today is Friday. يعني قلت لك أنت قلت لي today is not Friday. قلت لك false. يبقى إذا النهاردة إيه؟ النهاردة Friday. أهو. Not B leads to C. إذا B. تمام؟ تمام كده يا شباب الرولز دي قبل ما اخش على كيس ستادي او اكزامبل. تمام الرولز دي يا شباب، في اي كومنت؟ تمام. طيب ناخد الكيس اخر تو سلايدز. دي مثلا ايه عطلك زي سيمري كده رول اوف انفرنسنج والخصهم التسعه هم خمسة هم وادي الأربعة الباقيين، وأعطلك الستيتمنتس دي بقى تذاكرهم كويس تفهمهم تحفظهم، دي هتسهل لك حل المسائل بتاعة الانفرنسنج. دي رولز يعني مستنتجة، بس هي لو أنت تقرأ كل حاجة تلاقيها منطقية. يعني ممكن في بعض الناس ما تحفظش الرولز دي أصلا وتحل باللوجيك، بس هتاخد منهم وقت، خصوصا لو رول بيز زي اللي أنا هديها لك دي فيها رولز كتيرة. يعني اللي أنا عطيتهم لك اللي أنا الكيس اللي هقولها لك دي أو inferencing example بيقول لك إيه formalize the following text in prepositional logic and use inference rule to find the glasses. تعال نقرأ الستيتمنت دي بتقول لك إيه if I the example مهم if I was reading the newspaper in the kitchen then my glasses on the kitchen table. ماشي. If my glasses on the kitchen table then I saw them at the breakfast. تمام. I don't see my glasses at the breakfast. ما شفتهمش على الفطار. I was reading أنا بقرا newspaper in the living room or I was reading the newspaper in the kitchen. ماشي. If I was reading a newspaper in the living room then my glasses on the coffee table. تمام. هو بيقول لك where are the glasses. أنا خدت المثال ده في السكشن؟ خدت الاكزامبل ده في السكشن؟ شباب خدتوا الكيس دي في السكشن ولا لا؟ لا. طب انا من غير الرولز كده اقري الرولز كده وابتدي قولي لي الجلاسز فين؟ اجبي على السؤال. على فكره دي كلها بريمسز، يعني هو عاطيني الرولز دي وفي الاخر بيسالني سؤال الكونكلوجن ده هيطلع صح ولا غلط؟ يعني هلاقي الجلاسز دي فين؟ بص بيقول لك if I was reading the newspaper in the kitchen then my glasses are on the kitchen table. ماشي. If my glasses are on the kitchen table, يبقى then I saw them at the breakfast. اللي حصل بقى I don't see my glasses at the breakfast. ده ينفي بقى حاجتين، أنا ما شفتهمش على الفطار. يبقى إذا يا إما أنا هي ما كانتش موجودة في الكيتشن، يا إما أنا ما فطرتش في الكيتشن أصلا. كويس؟ I was reading the newspaper in the living room. Or I was reading the newspaper in the kitchen. يبقى في مكانين. If I was reading the in the living room, then my glasses on the coffee table. Where are the glasses? تقدر تعجب عليها كده بالمنطق بدون ما تحولها rules زي ما هو محولها وتطبق عليها inference rules. دي اسمها knowledge base، فيها مجموعة من rules. يعني أنا شايف هما كام rule؟ 1 2 3 4 5 5 rules. بص انا حولتها ايه حد هيقدر يعجبها كده
منطقي بالمنطق بدون ما يستخدم الانفرنس رولز؟ والله صعب عشان فيها خمسة رولز. طب نحاول نحولها زي ما هو قال. بص خد لي كل حاجه مثلا ايه. I was reading the newspaper in the kitchen. DRK. GK, my glasses are on the kitchen table. DGK. وبدأ يحول كل statement دي كل statement من دول ل symbolic form زي كده. في مشكلة في الحتة دي؟ هما خمسة rules. حولهم لخمسة statements. كلمة if على طول تبقى implies. هو بيقول لك ايه؟ هو ما شافهمش على الفطار. طب هو طيب هو بيقول لك ايه بقى؟ تعال نشوف. RK leads to GK اللي هي أول واحدة. GK leads to SB اللي هي تاني واحدة. GK دي ممكن بأحد الرولز تشيلها يطلع إن هو RK SB. RK ده اللي هو إيه؟ إن هو كان بيقرأ newspaper in the kitchen. إيه اللي حصل بقى؟ وهو I saw my glasses at the breakfast. طيب تعال نشوف اللي بعدها. لو ما RK leads to SB. RK فين؟ RK leads to SB دي هتلاقيها موجودة في knowledge base. اللي هي أول اللي أنا طلعت منها مع أول inferencing اللي هي RK leads to SB. ما حصلش SB يبقى إذا ما حصلش RK. إيه اللي ما حصلش RK بقى؟ إن I was reading a newspaper. أنت ما كنتش بتقراها في الكيتشن. طيب تعالى بقى ما حصلش RK والرول اللي بعدها RL or RK by elimination. اذا حصل RL. RL دي اللي هي ايه؟ اللي هي reading newspaper in the living room. طيب تعالى نشوف اللي بعدها. RL leads to GC. R دي الرول الاخرانيه وحصل RL يبقى اذا الجي سي. الجي سي ايه؟ ان الجلاسز اون ذا كوفي تيبل. وخلي بالك هو قال لك انا في الرول الاولانيه if my glasses in my kitchen then I saw at them. هو على طول لما انت تركز شويه تيجي تقول له ايه هو ما شفاش على ال I didn't see my glasses at breakfast. كويس ما شفاش اثناء الفطار. طالما ما شفاش اثناء الفطار وهو كان بيفطر في الكيتشن يبقى اذا هي موجوده فين؟ موجوده في الكوفي روم ده اكيد. وده اللي وصلنا أو كوفي تيبل آسف. The glasses are on the coffee table. أنا هقف هنا دقيقتين عشان تقولوا لي الدنيا مفهومة ولا لأ. أنا تهت. اتفضل. أنا تهت يا دكتور. واضحة ولا محتاجة كومنت؟ شباب. عارفين انا حليتها ازاي؟ ممكن طيب تعيدها تاني يا دكتور؟ اعيدها تاني مفيش مشكله. طيب ايه اللي انا هعمله لو انا عايز احل حل سيستماتيك يعني حل ما فيهوش تفكير؟ هاخد كل ستيتمنت واحولها الى سمبليك فورم زي كده. عندك مشكله في دي؟ ان هو مثلا بص خد I was reading the newspaper in the kitchen. خدها برمز اسمه RK. My glasses on the kitchen table. خدها GK glasses على الكيتشن. ليدز دي انا جبتها منين؟ في المحاضرات اللي فاتت. اول ما يقول لك if تعرف ان دي implies على طول. واضح؟ تمام. تمام. هل انا كده ممكن احول كل الستيتمنتس دي الى symbolic form؟ اهو حولهم هم الخمسه لsymbolic form اهم. يعني نوت اس بي اللي هي رقم ثلاثة اهو بيقول لك ايه نوت اس بي اي دونت سي ماي glasses at breakfast. هو ما شافش لو انت بتركز بالمنطق هو ما شافهاش اثناء الفطار يبقى هو حاجتين. هو قال لك اذا ما كانتش في البريكفاست هتبقى في الكوفي تيبل. هو ما شافهاش اثناء ما هو بيفطر في الكيتشن يبقى اكيد هي على الكوفي تيبل. ده لو بالمنطق بدون رولز. انما انا عايز اقول لك السيستماتيك بقى تحلها ازاي بدون فهم الكيس اصلا. لان ممكن يكون على فكره 100 رول صعب جدا انت بالمنطق العادي بتاعنا تقدر تحكم على 100 رول او 1000 رول.
فالحل انت اللي بتعمله الاتي بقى سيستماتيك سوليوشن، بتاخد بمنتهى البساطه بتبتدي تاخد كل ستيتمنت تحولها لسمبليك فورم، يديك حاجه اسمها النوليدج بيز اللي هم دول، وادي تفسير كل اختصار بي كي ار كي يعني كذا، جي كي يعني كذا، وهكذا. انا بقى بستخدم بقى رولز دي طبقا، بستخدم بقى النوليدج بيز مع التسع رولز او اي من التسع رولز اللي فاتوا، واوصل لنتيجه. يعني هو قال لك ايه، لما ار كي ليدز تو جي كي، دول انا بدات بحاجتين موجودين على فكره، ما جبتش حاجه من بره، اللي هي الرول الاولانيه والرول والايه والرول الثانيه، وتوصلت بالرول رقم ثلاثه ان ار كي ليدز تو اس بي، ما فيهاش اي مشكله خالص. وبعدين خدت اللي انا توصلت له من الاول جزء، يا خد بالك انا ماشي كده، ده وبعدين ده وبعدين ده وبعدين ده، باخد اللي استنتجته هنا مع رول مناسبه مع اللي استنتجتها هنا، واوصل لنتيجه جديده لحد ما اوصل للفاينل ريزلت. واضحه؟ يبقى الفكره بتاخد الكيس ستادي تحولها سيمبوليك، تحطهم في مربع كده، تبتدي تاخد تسلكت من رولز، مش لازم بالترتيب على فكره، الترتيب مش مهم. يعني مثلا انا جبت الاستيتمنت دي فوق والاستيتمنت دي تحت، مش هتفرق، الترتيب مش مهم، بس كل استيتمنت مستقله بذاتها. كويس، هو عطيني الخمسه دول بترتيب ايه، مش مهم اي ترتيب. انا بقى بطلع منهم واحده او اثنين او ثلاثه، ابتدي ابني عليها نوليدج من التو ستيتمنتس دول، استخدمت رول من بتوع الانفرنسنج، استنتجت بقى الكلام ده ان ار كي ليدز تو اس بي. بعد كده خدت الار كي ليدز تو اس بي مع احد الرولز اللي اوريدي موجوده، استنتجت حاجه جديده وخدت الحاجه الجديده مع رول ثانيه لحد ما توصلت للسوليوشن اللي انا عايز اوصل له. في واضحه دي يا شباب؟ تمام يا دكتور. انتوا خدتوا عليها كيس ستادي في السكشن ولا لا؟ خدتوا عليه كيس ستادي في السكشن؟ سامعني؟ عموما انا حاز الاكزامبل تاني غير ده محلول برضه، يبقى معاك تو اكزامبلز محلولين. يبقى انا اللي انا عايزك تفهمه كويس جدا في المحاضره دي، تفهم لي الاكزامبل الاولاني والتاني، والتاني مخصوص تخصيصا لان هو صعب شويه. تعرف الرولز اوف انفرنسنج كويس جدا، تلخصهم زي هو ملخصهم كده، لما يجي لك حاجه فيها نولج بيس كبيره زي كده الانفرنسنج اكزامبل ده، تحولها لسمبوليك فورم بالشكل ده، وبعد كده تحطها في ريكتانجل، وبعد كده تبتدي تطبق عليها الانفرنس رولز لحد ما توصل للكونكلوجن اللي هو بيسال عليه، هو في كذا او كذا. تمام كده يا شباب؟ انا كده خلصت المحاضرة بتاعت النهاردة، لو حد عنده اي سؤال انا معاكم دقيقتين ثلاثة اهو، لو حد عنده اي سؤال سواء في السابع، في الامتحانات، في المحاضرة دي، محاضرة تانية، زي ما انتوا عايزين اتفضلوا. دكتور انا عندي سؤال، بس يعني هو احتمال يكون سؤال سخيف شوية. اتفضل. هو المادة بتتذاكر ازاي؟ يعني افتح المادة كده ذاكرها ازاي؟ شيتات ومسائل، هجي لك مسائل دي رياضة. يعني الاكزامبلز دي مش حفظ، يعني فيها شوية حفظ لو انت يعني مثلا التروث تيبل بتاعت الامبلايز دي، لو انت مش فاهم القصة، يعني انت حاجات اللوجيك كلها سواء الاور والاند والاكس اور والامبلايز، لو انت عارف التروث تيبل بتاعتها، تو ستيبل دي معناها ايه بس عشان تبقى عارف، تي تي تدي تي، ده في الليدز تو او الامبلايز، تي اف يدي اف، اف تي تدي تي، اف اف يدي اف، يبقى انت كده عارف التو ستيبل بتاعت دي. هو طالما رياضه يبقى كلها شيتس وسوليوشنز، فيها شويه حاجات يعني رولز دي، انت احنا اقتنعنا ان رولز دي صح، عشان احل بسرعه لازم اكون حافظها او متذكرها، وبعد كده ابتدي اخد يعني ايه طريقه ستاندر زي ما انا قلت لك في المثال الاخراني ده، حولها سيمبوليك كويس، سيمبوليك يعني حولتها بالرموز، حطها في سكوير، ابتدي يشوف الرولز اللي تمشي
من التسعة دول على اتنين مثلا منهم وابتدي بيهم، وبعد كده ابني الكونكلوجن اللي وصلت له تبني عليه معقول تانية، وتوصل لكونكلوجن جديد لحد ما تلاقي نفسك وصلت لإيه الريزلت اللي انت عايزها. يعني هي شيتس واكسرسايز. اللي انا شايفه ان المهندسه هاجر بتنزل لكم، ما اعرفش انت ملتزم بالكلام ده ولا لا، بتنزل لكم بتحل معاكم بعض الحاجات اللي متفقين عليها كل سكاشن من الكتاب، وبتسيب لكم حاجات كهوم وورك. الغالبا الحاجات الهوم وورك دي اللي هيجي منها الامتحان. معايا؟ اه مع حضرتك. طب في سؤال تاني؟ انا معاك لو في سؤال تاني برضه قول لي. تتذاكر من المسائل. دكتور هو امتحان السيفنس امتى؟ هو احتمال يبقى يوم سبت بس لسه ما تحددش. هيبقى كل المجموعات لكل الكلاسز في نفس الوقت، مش زي ما انا كنت يعني لسه ما تحددش، لان في ثلاثة دكاتره بيدوا لنفس الكورس. هل هنمتحن كلنا مع بعض؟ يعني في كورس اسمه كمبيوتر اند سوسايتي الدكتورين بيدوه، هنمتحن في يوم واحد، يوم غير يوم المحاضرة، سبت بعد الدور. أنا لسه ما بالنسبة للسابع في المادة دي ما تحددش، هل كل دكتور هيمتحن الطلبة بتوعه فقط ولا هيمتحن امتحان عام لكله؟ مش عارفين لسه. طب الامتحان هيبقى على مودل ولا على جوجل كلاس روم؟ لا هيبقى بالنسبة للمجموعات اللي معايا على جوجل كلاس عشان انتم متعودين عليه وشغالين عليه، بس هو هيتفتح زوم سيشن. لو افترضنا ان هو مجمع، هيتفتح زوم سيشن لكل كلاس لوحده، والمراقبه هتبقى من الاكاديميه مش مني انا. انما لو انا همتحن الطلبه لوحدي، هحدد بقى ميعاد معاكم او الكلاسز بتاعتي، بس هحدد ميعاد معاكم وهيبقى على جوجل كلاس برضه، وانا اللي هديكم بقى الزوم سيشن. معايا؟ معاك يا دكتور. تمام شكرا. تمام. هو لسه يعني ما تحددش لا الميعاد ولا السيستم يعني، بس هما في تو سيستمز، يا اما كل دكتور يمتحن الطلبه بتوعه في المواعيد اللي هو يختارها، يا اما هيعملوا امتحان عام، يا كده يا كده، والاثنين اونلاين عموما يعني. خلاص يا شباب. طب دكتور هيكون داخل في الاقسام، هيكون داخل في لحد فين؟ لحد النهارده مثلا، المفروض يعني هو الست اسابيع، واحنا في الاسبوع الكام دلوقتي؟ تالي الخامس. خامس. الخامس. هبلغكم يعني، ممكن نقف عند الاسبوع الخامس واقول لكم. اصل الكلام ده برضه يعتمد على اذا كان الامتحان هيبقى عام لكله ولا هيبقى كل كلاسز لوحدها. يعني الاسبوع الجاي الدنيا هتوضح اكتر يعني. تمام. تمام ماشي. في سؤال تاني؟ اي سؤال تاني يا شباب؟ اللي هو زميلنا اللي ما كانش عارف يذاكر ازاي كده وصلت له؟ وصل الدكتور. طيب انا عايزك تهتم بالشيتات والحل، دي رياضه دي ماث، فلازم يكون في اكسرسايزز كتيره